السلام عليكم طلاب. الفيديو اللي نزل يتحدث عن الجزء النظري من الشابتر الخامس، يتحدث عن اللينير مومنتم الزخم الخطي، ويتحدث ايضا عن موضوع الكولجنز التصادمات، سواء كانت اللاستيك كولجنز او ان اللاستيك كولجنز، التصادمات المرنه او غير مرنه، وحكينا هوايه يعني بهذا الموضوع. فالفيديو كان شويه طويل لكنه ان شاء الله يفي بالغرض. هذا الفيديو طبعا راح انزل ب فقط امثله محلوله عن الشابتر الخامس، يعني راح اشرحها، او انتم الملزمه موجوده عندكم، المحاضرات موجوده، واتمنى تتبعون. المثال الاول اكزامبل 1 اللي معطيكم اياه، طبعا هذا نيوميريكال اكزامبل، نسميه بمثال عددي. يقول center of mass، يعني مثال عن center of mass، كيفية أحسب مركز الكتلة. يعني center of mass in one dimension، يعني center of mass، هذا المثال على center of mass ببعد واحد أو يعني باتجاه واحد. المثال أو السؤال دي يسأل، شخص دي يسألنا، يقول three particles point masses، ثلاث أجسام point masses هي عبارة عن كتل نقطية، واضح أخوان؟ أنا عندي بالسؤال حسب ما دا يذكره عندي ثلاث أجسام three particles وعبارة عن كتل نقطية. الكتلة هذه رقم واحد، الكتلة رقم اثنين، والكتلة رقم ثلاثة. of masses، of mass كتلهم لهاي البارتيكلز 2 كيلوغرام، اذا الكتلة الاولى 2 كيلوغرام والكتلة الثانية 3 كيلوغرام والكتلة الاخيرة الثالثة 3 كيلوغرام respectively، بالتعاقب او بالتبادل. اوكي واضح اخوان؟ واضح اخوان؟ هاي الكتل الثلاثه وضعناها على باتجاه واحد، يعني خلي اقول مثل ما عندك عصا، او يعني خلي اصح بوري اذا عندك، وبي ثلاث حلقات. الحلقة الأولى هي كتلة 2 كيلوغرام، الحلقة الثانية 3 كيلوغرام، الحلقة الثالثة 3 كيلوغرام، وضعت بهاي الأبعاد. أوكي؟ I ruled to a straight massless rod as shown in the figure. المهم يعني احنا الكلام إنشائي، المهم أنا عندي هذا الشكل، يعني ما معنيين تو بي، هاي الكتل وضعناها بهالشكل هذا. Find the location of the center of mass. إذا عندي three particles، ثلاث كتل، عندي ثلاث أجسام موضوعة كلها بشكل أفقي بمستوى واحد، لذلك قلت one dimension. الكتلة الأولى 2 كيلوغرام، الثالثة 3 كيلوغرام، الثانية 3 كيلوغرام، الثالثة 3 كيلوغرام. واضح؟ فحتى أريد اطلع السنتر اوف ماس، طبعا هو يقول لي فايند ذا لوكيشن، جد موقع، خليها ببالك، فايند ذا لوكيشن اوف ذا سنتر اوف ماس، جد موقع السنتر اوف ماس. واضح اخوان؟ جد موقع السنتر اوف ماس، وين الموقع مالته؟ راح احدده، راح احدده من خلال الاكس. واضح؟ إذا عندي هاي الكتل الثلاثة، الكتلة الأولى 2 كيلوغرام، الثالثة 3 كيلو، الثانية 3 كيلوغرام، والثالثة 3 كيلوغرام. حتى أريد أدرس لازم أختار أوريجينال بوينت، نقطة أصل، نقطة الأصل، يعني اللي هي عتها الإحداثية، يعني إحداثيات نقطة الأصل اللي هي 0 0 x 0 y 0، أني أختارها لتكون بهذا المكان، يعني هاي نقطة الأصل المرجعية اللي أدرس بالنسبة لها الأكس والواي. واضح؟ أو أخضع النظام هذا مالتي للدراسة، أفرضها هنا أنا. زين،
حتى أطلع موقع السنتر أوف ماس أنا عندي كلهن ذني باتجاه واحد بيا اتجاه أنا أعتبره بالاتجاه X. تريد تعتبره بالاتجاه Y تحسب أنت قيمة الواي للسنتر أوف ماس أنت حر. تعتبره Z أنت تقول هذا يمثل لي بالنسبة لي إحداث Z axis. وأنا أريد أحسب السنتر أوف سنتر أوف ماس أوف Z للZ لإحداث Z أنت حر. لكن احنا خلينا نسمي هذا احداثي الاكس اكسس. شلون اطلع الاكس اكسس؟ نرجع الى المعادله مالتي اللي احنا ذكرناها للسنتر اوف ماس. الاكس السنتر اوف ماس حاصل ضرب الكتله في موقعها عن الاوريجينال بوينت زائد الكتله الثانيه عن موقعها عن الاوريجينال بوينت زائد الكتله الثالثه في حاصل ضربها عن الاوريجينال بوينت على التوتال نمبر اوف ماسز. واضح اخوان؟ ما عندي غير هذا القانون. اوكي، ممكن انه ما اكتب هاي النقاط هاي لان انا عندي ثلاث كتل. اذا اكتفي الكتله الاولى في موقعها عن الاوريجينال بوينت زائد الكتله الثانيه في موقعها عن الاوريجينال بوينت زائد الكتله الثالثه في موقعها عن الاوريجينال بوينت وينتهي. بعد ماكو داعي بلاس نقاط لان اني مدى اشرحها بشكل عام. أنا منطيني مثال قايل لي عندي 3 particles ثلاث أجسام خلاص انتهت ثلاث جسيمات ومنطيني كتلهم ومثبت واقعهم على الشكل. إذن هذا القانون على حاصل كتلهم. أجي الكتلة الأولى شقد مقدارها؟ يمكن الكتلة الأولى إذن أطبق هذا القانون. الكتلة الأولى في شنو؟ الكتلة الأولى أنا خليتها في نقطة الأصل. يعني نقطة الأصل بالنسبة إلي صارت عندي وكأنه الجسم الأول أو البارتيكل أو البارتيكل الأول. فإذا الأكس مالته شقد؟ صفر. الواي مالته شقد؟ صفر. ليش؟ لأن الجسم الأول أنا خليته أو اعتبرته هو الأوريجينال بوينت مالتي. فنقطة الأصل مالته هي هذه وأنا اعتبرتها أوريجينال بوينت. فش قد إحداثياته صفر للإكس والواي مالته صفر. إذن الكتلة الأولى هذه إش قد إحداثياتها في صفر مالها؟ لا أترجم القانون أنزله زائد. الكتلة الثانية في إحداثياتها عن الإكس. الكتلة الثانية إش قد؟ ثلاثة. أوكي، هاي الكتلة الثالثة عن إحداثياتها في الكتلة الثالثة عفوا الكتلة الثانية عن بعدها عن الأوريجينال بوينت زائد الكتلة الثالثة في بعدها عن من عن الأوريجينال بوينت. يعني M1 في صفر زائد M2 في اثنين. ليش اثنين؟ اثنين لأنه بعد الكتلة الثانية عن الأوريجينال بوينت أو عن الكتلة الأولى 2 متر زائد الكتلة الثالثة في بعدها. إيش قد بعدها؟ منا اثنين ومنا اثنين أكيد بعدها عن الأوريجينال بوينت أو عن النقطة الأولى هي 4 متر على التوتال نمبر أوف ماسز. إذن السنتر أوف ماس للإكس أكسز مالتي للإكس أكسز الموجب إيش قد؟ الكتلة الأولى إحداثياتها اثنين، كتلة اثنين في إحداثياتها صفر زائد إيش قد؟ الكتلة ثلاثة في يعني ثلاثة في اثنين موقعها زائد الكتلة الثالثة ثلاثة في أربعة موقعها على حاصل جمع الكتل اثنين زائد ثلاثة زائد ثلاثة. اثنين زائد ثلاثة خمسة، خمسة زائد ثلاثة ثمانية. اثنين في صفر صفر زائد ثلاثة في اثنين ستة زائد ثلاثة في أربعة 12. إذن 12 في ستة 12 زائد ستة يصير 18. 18 على 8 18 العفو رجاء 18 هنا عندي بالكيلوغرام وهنا عندي بالمتر. فايش راح يصير عندي؟ وهذه بال يعني هنا احنا كيلوغرام في متر على كيلوغرام. الكيلوغرام طبعا راح يختصر ويا الكيلوغرام يبقى فقط اليونت متر.
هذا المقدار تضربونه وتقسمونه على هذا المقدار، ومن ثم النتيجة تطلع لكم بهالشكل هذا، واضح؟ وتتأكدون من النواتج، لأنه أني بالشابترات ذيك شفت أكو بعض النواتج يعني تقريبا يحتاج لها مراجعة، فتشيكون، واضح أخوان؟ فإذا طلعت اللوكيشن مال السنتر، الموقع مالته وين؟ الموقع مالته هل قد عن الأوريجينال بوينت؟ إذا هسه السنتر أوف ماس وين يصير موقعها؟ يصير موقعها تقريبا بهالاتجاه هذا أو بهالمكان هذا، واضح؟ هذا للمثال الأول. لكن إخوان أنا أعتقد هاي النتيجة شوية تعيدون النظر فيها، لأن النتيجة هي مو 0.225 متر، أعتقد النتيجة هي 2.25، يعني الناتج تصلحونه، لأن 2 في 0 0 زائد 3 في 2 6 زائد 3 في 4 12، مو تمام؟ 12 زائد 6 18، 18 على 8 أصور 2.25، يعني تقدمون الفارزة وراء الاثنين تصير 2.25 متر، يعني تتأكدون من النتيجة، واضح؟ هذا مثال رقم واحد، مو مشكلة، المهم الطريقة صح لكنه تتأكدون من النتيجة رجاء إخوان. المثال رقم اثنين، هذا طبعا المثال رقم واحد أخذته بان دايميشن باتجاه واحد. المثال رقم اثنين هم مطيني كتلتين، هاي الكتلة الأولى والكتلة الثانية، لكن بتو دايميشن. ليش تو دايميشن؟ لأن مطيني وفق الإحداثيات X axis والإحداثيات Y axis. السؤال اللي هو ده يقول center of mass in two dimension، يعني مثال عن center of mass بعدين. Two particles of masses of masses، مفروض هنا اكو اي اس بعد حقيقه، المهم two particles of mass m sub 1 يساوي لي واحد، عندي كتلتين، كتله رقم واحد الجسم الاول اللي هو ارمز له بالكتله m sub 1 اللي هو ايش قد الكتله الاولى مقدارها كتلتها، الجسم الاول كتلته 1 كيلوغرام والجسم الثاني كتلته 2 كيلوغرام، الجسم الاول M sub 1 1 كيلوغرام، الجسم الثاني هذا كتلته مقدار الكتله مالته 2 كيلوغرام. Are located، وضع at coordinates، وضع على الاحداثيات، يعني الجسم الاول هذا موضوع على الاحداثيات ايش قد؟ يعني احداثيات الجسم الاول هو عباره عن نقطه X 1 متر Y 2 متر. الجسم الثاني احداثياته ناقص 2 متر ويا الاكس اكسس الموجب، واحداثياته 5 متر ويا الواي اكسس الموجب، ناقص 2 متر ويا الاكس اكسس السالب العفو، و5 متر ويا احداثيات الواي اكسس الموجب. يعني الجسم الاول حسب السؤال اللي مطيني اياه اني رسمته بهالشكل هذا، احداثياته واحد ويا الاكس واثنين ويا الواي، اذا راح يكون بهالموقع الجسم الاول. الجسم الثاني راح يكون ناقص اثنين من الاكس اكسس السالب بشقد؟ بخمسه ويا الواي، اذا راح يكون بهالبوزيشن بهاللوكيشن هذا راح يكون الجسم الثاني respectively بالتعاقب in the xy plane بالاحداثي xy، اكيد هذا الاحداثي x وهذا الواي. المطلوب شو يريد من عندي من هذا السؤال؟ find the location of their center of masses of mass، جد السنتر اوف ماس للكتلتين. السؤال يقول لك find the center of mass of these masses، جد السنتر اوف ماس لهاي الكتل. شلون احسب السنتر اوف ماس؟ طبعا هاي طريقة موجودة عندكم، وأكو طريقة كلش بسيطة يعني ممكن أن تتبعوها، أنه تقدرون، لأن أنا منطيني الجسم الأول منطيني الأكس مالته أحداث الأكس، والجسم الثاني هم منطيني الأكس مالته،
طلعت الاكس اكسس للسنتر اوف ماس، والواي مال السنتر اوف ماس هم مطيني الواي اكسس مال البارتيكل الاول ومطيني الواي اكسس مال البارتيكل الثاني. اذا اطلع الواي اكسس مال الجسم الثاني، اذا طلعت الاكس اكسس مال السنتر اوف ماس والواي اكسس مال السنتر اوف ماس، اذا ممكن بسهوله شطلع اطلع احداثيات النقطه اللي هي السنتر اوف ماس مال الجسم الثاني. ممكن، لانه الجسم الاول عندي احداثيات الاكس مالته واحد، الجسم الثاني عندي احداثيات الاكس مالته شقد؟ ناقص 2. اذا اقدر اطلع وعندي الكتل الماسز مالتهم، اذا اقدر اطلع الاكس اكسس مال السنتر اوف ماس. الواي مال السنتر اوف ماس للجسم الاول احداثي مالته 2، وللجسم الثاني احداثي مالته شقد؟ 5. اذا اقدر اطلع الواي اكسس مال السنتر اوف ماس وينتهي الموضوع، اللي هي ممكن و100% راح يكون هنا. هاي النقطة السوداء هي عبارة عن السنتر اوف ماس مال هالجسمين ذولا. واضح؟ ايش قد السنتر اوف ماس مالتي راح يكون؟ راح يكون ناقص 1 ويا الاكس اكسس، وراح يكون 4 ويا الواي اكسس. ناقص 1 هذا والأربعة هذا، فهنا راح تقعد هاي النقطة للسنتر اوف ماس، واكيد راح تقع على الخط الواصل بين الجسم الاول والجسم الثاني. الطريقة هذه هو مطلع السنتر اوف ماس اللي هو عبارة عن البوزيشن فيكتور. البوزيشن فيكتور هذا، البوزيشن فيكتور هو عبارة عن النقطة من الاورجينال بوينت، من الاورجينال بوينت الى هذا. هذا يعني هاي المسافة، هذا البعد من الاورجينال بوينت الصفر صفر الى السنتر اوف ماس مالتي، هذه اللي منين جتني مال السنتر اوف ماس، عبارة عن M1. M1 ال M1 شنو؟ ال M1 الكتلة هذه احداثياتها موجودة عندي، مطينيها الصور 1 كيلوغرام حسب السؤال، اعتقد حسب السؤال مطينيها 1 كيلوغرام. اوكي، اذا 1 كيلوغرام في R sub 1. ال R sub 1 هو عبارة عن كتلة اشقد مسافة الكتلة الأولى هذه، هذه اشقد احداثي الاكس مال النقطة الأولى زائد احداثي الواي مال النقطة الأولى. يعني واحد متر الاي والجي شنو؟ الاي والجي هي عبارة عن يونت فيكتر، وبثل ما قلت لكم احنا المفروض هاي المواضيع ناخذها بالشابتر، يعني قبل الشابترات المفروض ناخذ شابتر كامل عن الفكتورز، عن المتجهات. بيها من ضمن المتجهات هو اليونت فيكتور. اي معناتها عندي 1 متر مع الاكس اكسس، والاثنين متر ويا من؟ ويا الواي اكسس. اخوان واضح؟ وبالنسبة للكتلة الثانية، مقدار الكتلة الثانية هي 2 كيلوغرام، مقدار الكتلة الثانية هي 2 كيلوغرام في ايش؟ بالبوزيشن فيكتور مالها. البوزيشن فيكتور مالها هو عبارة عن احداثيات الاكس والواي مال الجسم الثاني. الجسم الثاني الاكس ناقص 2 ويا الاكس اكسس السالب، والواي عبارة عن 5 متر ويا الواي اكسس، ويا الواي اكسس الموجب على التوتال نمبر اوف ماسز. يعني انا عندي فقط جسمين، يعني هنا القانون ممكن يختصر، يعني الار مال السنتر اوف ماس عبارة عن ام1 ار1 زائدا ام2 ار2 فقط، يعني ماكو داعي ام3 واكمل على ام1 زائدا ام2 فقط. اختصر القانون واختصر الإجابة مالتي. طبعا هاي طريقة ثانية يعني داحل بها، يعني هذه للإكس والواي. أوكي، للإكس والواي، فتجمعون لأن هذا واحد في واحد عبارة عن واحد متر باتجاه الإكس أكسس زائدا واحد في اثنين، اثنين متر مع الواي أكسس
زائدا 2 في ناقص 2 ناقص 4 متر مع الاي اكسس، 2 زائد 5 10 متر ويا الواي اكسس. شلون عرفت هاي ويا الواي وهاي ويا الواي اكسس وهاي ويا الاكس اكسس؟ حددتها اليونت فيكتور. اليونت فيكتور هو يشير لي الى الاتجاه، الاي مع الاكس اكسس والجي مع الواي اكسس. اوكي، تجمع كل الاي، هذا الاي تجمع مع هذا الاي وهذا الواي تجمع هذا الواي على التوتال نمبر اوف ماسز، مجموع الكتل. الكتلة الاولى هي 1 كيلوغرام زائد الكتلة الثانية 2 كيلوغرام، فراح يصير عندي بهالشكل هذا. واضح اخوان؟ الار مال السنتر اوف ماس هو ناقص 1 متر ب 4 متر، الاكس ناقص 1 متر هو الاكس مال السنتر اوف ماس، والواي مال السنتر اوف ماس اللي هو 4. المهم نحل بهذا الموضوع، لكن اعتقد انه الطريقه الاولى هي اكثر جديه لكم. اذا هذا السنتر اوف ماس، النقطه هي ناقص 1، هذه ناقص 1 حسبتها، وش قد ويا الواي؟ 4. يعني اقول هذا الواحد على الاكس اكسس بالسالب والاربعه هذه. من ثبتت هاي النقطه اقول يابا ترى السنتر اوف ماس مال هالكتلتين فيها النقطه هذه، احداثياتهم مع الاكس اكسس ناقص 1 مع الواي اكسس 4، والنقطه تحدد ب احداثيين اكس والواي. طلعت احداثياتهم البوزيشن فيكتور. اذا من اريد ارسم هذا الخط، ولو هو ما مرسوم ارسم هذا الخط يمثل لي البوزيشن فيكتور من الاوريجينال بوينت 0 0، يعني ارسمه بسهم، ارسمه رجاء مو خط مستقيم، ارسم سهم. بدايه السهم عباره عن الاوريجينال بوينت، ونهايه السهم عباره عن نقطه السنتر اوف ماس. اوكي، فهذا المثال الثاني. المثال الثالث راح يعني مو قصة تركه، بس شوية يعني أختصر بالأمثلة. المثال رقم 3 أو اللي هو عندكم العفو رقم 4، أهم مثال بتو دايمينشن، يعني اكسرسايز، يعني واقع، يعني مثال عملي. طلاب العفو راح اختصر بالكلام حتى مدة الفيديو تكون قصيرة. المثال رقم 4 عندكم ايضا مثال عن التو دايمينشن. السؤال يقول find the center of mass، جد مركز الكتلة المن of a system، لنظام of three particles، جد مركز الكتلة لنظام يتكون من 3 جسيمات. وين الجسيمات هذه؟ هاي الكتلة الاولى، هاي الكتلة الثانية، هاي الكتلة الثالثة. هذا مطيني جدول البارتيكلز الأول هذا، البارتيكلز الثاني هذا، البارتيكلز الثالث هذا. الماس بالكيلوغرام وحدة القياس، الاكس اكسس بالسنتيمتر، الواي اكسس مقاس بالسنتيمتر. الكتلة الأولى شقد الاكس مالها؟ صفر. الكتلة الأولى شقد الواي اكسس مالها؟ صفر. ليش؟ لأنه أني مختار البارتيكلز الاول كنقطه مرجعيه لغرض الدراسه، كاورجينال بوينت هي صايره، او هي صايره بالاورجينال بوينت. واضح؟ فمن هي بالاورجينال بوينت فاكيد احداثيات الاكس صفر والواي صفر مالتها. اوكي، البارتيكلز الثاني هذا اكيد واقع على نفس احداث الاكس اكسس، لان اذا كان هذا الاكس وهذا الواي فالاكس راح يكون عنده قيمه، والبارتيكلز الثاني اكيد الواي ما راح يكون عنده قيمه لان واقع على الاكس اكسس. فراح اشوف البارتيكلز الثاني الاكس مالته 2.5 كيلوغرام، البارتيكلز الثاني اوكي، والاكس اكسس مالته 140 سنتيمتر. اذا يبعد البارتيكلز الثاني عن البارتيكلز الاول بمسافه 140 سنتيمتر. ايش قد الواي مالته؟ صفر، لذلك وقع على الاكس اكسس. البارتيكلز الثالث الى واي، الى اكس والى واي، اكيد الاكس مالته هو هذا الاكس مالته، والواي مالته راح يكون بهالشكل هذا. البارتيكلز الثالث ايش قد الكتله مالته؟ 3 كيلوات و4 جرامات. الكتله مالته 3 كيلوغرام بوينت 4، يعني 3 كيلوات و4 جرامات.
الاكس مالته الكتلة الثالثة شقد الاكس مالته اجر خط من هنا، لان تشوفون انه الكتلة الثانية 70 العفو 140، فهذا وين الاكس مالته اكيد راح يكون اقل، هذا الاكس مالته، والواي بهالشكل هذا راح يكون الواي اكسس مالته راح يكون 121 سنتيمتر. شلون اطلع السنتر اوف ماس مال هالنظام؟ هذا سيستم مكون نظام لغرض الدراسة من ثلاث جسيمات، راح احله بنفس الطريقة المعتادة، انه اطلع الاكس اكسس مالتي واطلع الواي اكسس مالتي. الاكس اكسس مالتي القانون قلت لغاية 3 واقطع، ماكو داعي بعد نقاط ويساوي سميشن. سميشن لغرض الدراسة اذا عندي كم هائل من البارتيكلز، بس انا لغرض الدراسة فقط عندي 3 بارتيكلات، يعني 3 جسيمات، فماكو داعي انه اذكر بعد الثلاث حالات. اذا M1X1 زائدا M2X2 زائدا M3X3، خلاص هذا كله يلغى على الكتلة الاولى زائد الكتلة الثانية زائد الكتلة الثالثة. الكتلة الاولى ايش قد؟ خلينا هنا الكتلة الاولى 1.2 بالعشرة كيلوغرام في احداث الاكس مالها ايش قد؟ صفر، زائد الكتلة الثانية ايش قد؟ 2.5 في هاي في الاكس مالها ايش قد؟ العفو هاي الكتلة الثانية ايش قد؟ 2.5 الاكس مالها ايش قد؟ الاكس هاي الكتلة الثانية الاكس مالها 140 زائد الكتلة الثالثة ايش قد؟ 3 الكتلة الثالثة الكتلة مالتها 3.4 بالعشرة في الاكس مالها ايش قد؟ 70 على مجموع الكتل، مجموع الكتل 1.2 2.5 3.4 كيلوغرامز، 1.2 بالعشرة في 0.0، يبقى عندي من هو 2.5 في 140 زائد 3.4 في 70 على 1.2 زائد 2.5 زائد 3.4، هذا أجمع ويا هذا أقسم على هذا المقدار يطلع مقدار الاكس مال السنتر اوف ماس اللي طلع لي 83 سنتيمتر. الواي بنفس الطريقة ما تختلف أي شيء، الواي نفس الطريقة، الواي هذا قانونها M1Y1 زائد M2Y2 زائد M3Y3، خلاص ماكو داعي بعد هذا أذكره لأن أنا عندي ثلاث جسيمات أنا دا أدرسها، M1 زائد M2 على M1 زائد M2 زائد M3، كل هذا ما له داعي، واضح؟ أجي الآن هذا القانون الابليكيشنز مالته أطبقه، الكتلة الأولى ايش قد؟ 1.2، الواي مالها ايش قد؟ صفر، زائد الكتلة الثانية ايش قد؟ 2.5، الواي مالها ايش قد؟ صفر، هم صفر، زائد الكتلة الثالثة ايش قد؟ 3.4، الواي مالها ايش قد؟ 121 على مجموع الكتل هذه 1.2 بالعشرة في 0.0 راح، زائد 2.5 في 0 راح، يبقى من هو عند المقدار 3.4 كيلوغرام في 121 سنتيمتر على مجموع الكتل هذه أجمعهم، هاي شنو الوحدة مالته اللي فوق؟ كيلوغرام في سنتيمتر على كيلوغرام، الكيلوغرام يروح ويا الكيلوغرام يبقى بس سنتيمتر. ايش قد الواي اكسس مال السنتر اوف ماس؟ 58، يعني النقطة ممكن انا احددها ايش قد صارت؟ صارت 83 ب 58، ممكن يعني ايش قد صارت؟ صارت 83 ممكن ب 58 هنا، يعني ممكن ان تكون السنتر اوف ماس هنا، الاكس مال السنتر اوف ماس ايش قد؟ 83، يعني احسب 83 خطوة هذا الاكس، الواي ايش قد؟ 58، احسب 58 نقطة هنا، لربما بهالمكان هذا تكون اللوكيشن او البوزيشن او السنتر اوف ماس لهذا النظام، ممكن ان يكون بهالشكل هذا، فاين او احسب، حسبت وطلعت الاكس مال السنتر اوف ماس 83 سنتيمتر والواي 58 سنتيمتر. هنا طبعا لغايه هذا المثال، يعني لغايه المثال رقم 5
هي أمثلة واقعية عملية على السنتر أوف ماس. إذن أربع أمثلة أخوان، أربع أمثلة على السنتر أوف ماس، العفو خمسة أمثلة، الأربعة أربع أمثلة على السنتر أوف ماس. أنا شرحت ثلاثة، ثلاث أمثلة شرحناها من أصل أربعة أمثلة، هي نيوميريكال إكزامبل عن السنتر أوف ماس. أما البقية هي راح تكون عن الكولجينز، عن التصادمات سواء كانت إلاستيك كولجينز أور إن إلاستيك كولجينز، عن التصادمات المرنة والغير المرنة، إضافة عن اللينير مومنتم من الإكزامبل رقم خمسة إلى إكزامبل رقم تسعة، راح أشرحها في فيديو آخر. أشكر حسن أصغائكم وحسن استماعكم. رجاء أي طالب عند ملاحظة عن أي مثال إحنا مستعدين أن نوضحها ونزيد شرحها. أشكركم.